طيب هلا شباب، المره الماضيه كنا احنا بندرس في كيف نعمل ريزنينج باستخدام لوجيك، والطريقه اللي كنا ندرس فيها كانت اسمها نيوميريشن او فاليد ارجيومنتس، اللي هي يعني باختصار استخدام تروث تيبل. ها هاتوا نجرب حالنا شوي صغير. لو عندنا مثال، المثال بيقول Today is Monday. هاي بدك تقول المثال هون. ها Today is Monday. ماشي. Or There is a strike. Or Today is a strike. ماشي. Or على سبيل المثال lecturer is traveling، المدرس مسافر. Or the lecturer is traveling. ماشي. جملة، واحد بيقول لك هو اليوم الاثنين او اليوم في اضراب او المدرس مسافر، واجا عندنا هاي عباره عن بروبوزيشن او فاكت لوجيكال ستيتمنت. لو اجا حدا كلمنا او المدرس مش مسافر، يعني مثلا بيجي بقول لنا lecturer is not traveling، شو انت بتستنتج؟ انه شو بتستنتج؟ انه today is Monday or today is strike. هذا المثال، انا جبت المثال زي ما هو موجود. طيب كيف كل هذا بنسويه احنا في شو مكتوب هون؟ بي اور هاي البي، هاي البي اور ايش؟ كيو اور ذا ليكتشرر از ترافل، صح؟ هاي هذا المثال صفحة 31 ليه؟ هلا واحد اجى قالنا not are، فاحنا بنستنتج انه بي اور كيو، انه today is Monday or today is a strike. هلا طبعا هذا مثال كثير صغير فبجوز واضح لك، صح؟ بس يعني خير الامور، المره الماضيه وجدتكم مثال اطول وين نظاراتي؟ ما بتعرفوش تجاوبوا مباشره، فاحنا بنتعلم طرق فيها نوع من الميكانيكيه، فيها نوع من الاليه انها نستنتج. ليه؟ بالتالي اخذنا تروث تيبل وكيف ممكن نفحص الفاليديتي اوف ارجيومنتس. كيف بدنا نفحص؟ بتعرفوا تسووا لحالكم؟ ها؟ بتعرفوا تسووا لحالكم؟ كيف؟ بنحط بي بنحط بي وبنحط كيو وبنحط ار، مزبوط؟ بناخذ كل الثمان احتمالات تبعونهم، صحيح؟ بعدين شو بنحط؟ بي اللي هم بينهم كلهم اور، مزبوط؟ بعدين شو بنحط؟ نط ار، ننفي الار، هلا هاي بعدين شوي قبل شو سوينا احنا بالضبط؟ احنا ليش قاعدين نسوي هيك؟ اسمعوا شو بقول لكم اللي مش فاهم تبصمش شو بقول لك، انا لازم مضطر تفهم احنا شو بالضبط قاعدين، شو فلسفه اللي بنسوي فيه، شو فلسفه اللي بنسوي فيه؟ انه انا ركزوا معي الكل يطلع علي، انه انا عشان استنتج بروح اجرب كل الحالات. احنا هون كل حالاتنا ترو فولس، مزبوط؟ فيش قيم ثانيه لهذول البروبوزيشنز، كلها ترو فولس، وبالتالي في عندنا لازم نجرب كل الحالات اللي فيها
اللي فيها ايش؟ اللي فيها ترو والفولس، كلها لازم نجربها. فكيف لما نجربها شو بنساوي؟ قلنا قبل ما اورجيكم الترو تيبل شو بنساوي؟ قلنا جربنا بي كيو ار وطلعناهم. هلا انا بعنيني لما هذول الحالات، بعنينيش كل انت اطلع على فكره على كل الحالات، بعنيني لما هذول بكون ترو، يعني لما هذول الكونكلوجن تبعونا وين راحت؟ انزلها شوي. لما الحالات هاي، لما الحالات هاي اللوجيكال ستيتمنتس المعطيه عندي اللي هي بنسميهم بريميسز، لما البريميسز عندي بتكون ترو ندور وقتش بدها تكون ترو، لازم الكونكلوجن تلك ترو او هاي الكونكلوجن غلط. هلا لاحظوا، هلا هاي الكونكلوجن على فكره شو معناها التروث الها؟ هذا مش موجود في الكتاب على ما اعتقد، فبدي تنتبهوا شو بدي اقول. على فكره مش معناته انه هذول الكونكلوجن بالضبط ترو، هذول الكونكلوجن بنسميهم ليس هناك ما يمنع انهم يكونوا ترو. معي ما حدش فهم علي، انا متاكد. انتبهوا كمان مره، لما بعمل كونكلوجنز في اللوجيك، لما بعمل بقول هل بي اور كيو ترو، على فكره مش بالضبط هل هي ترو ولا لا، انا بسال وكأن هل هناك ما يمنع انها تلك ترو؟ هل هناك ما يمنع انها تلك ترو؟ لا. فالحالات هاي اللي انتم بتسموها بالترو تيبل ترو، هي معناها ليس هناك ما يمنع انها من هاي الكونكلوجن تبقى صح. هلا بالواقع الله اعلم، بس ليس هناك ما يمنع انها تكون صحيحه. وفي فرق صغير جدا بين انه هاي في الحقيقه تبقى ترو، وبين انه ليس هناك ما يمنع انها تبقى ترو. شو الفرق؟ الفرق بين انه لا انك اكيد هي بتعرف انها ترو، بس يعني في الحاله الاولى. الحاله الثانيه ليس هناك ما يمنع، لانك ما بتعرفش في بعض الحالات قد انها ما تكونش. هو ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع. نعم صحيح، ليس او هيك بنقول هذه اللوجيكال هاي البريفيسيز لا تمنع انها هاي الكترو. ذكرني باسئله بهاي الحاله، مش واضحه انا بعد بهذا المثال، بس بجوز بامثله ثانيه ابين لك هذا. طيب فهذا التروث تيبل اللي تبع هاي المثال اللي حكيناه على اللغه، هاي التروث تيبل تبعه، انا بوريكم اياها على البروجيكتر، هاي التروث تيبل تبعه مظبوط. فشو التروث تيبل هو؟ شو ترو تيبل؟ دورنا وين هذول بكونوا ترو؟ وين وتطلعها مظبوط؟ هل عندي بطلع هل بي اور كيو از ترو؟ ترو، معناته هذا الاستنتاج تبعي على فكره ماشي نسميه صح، ممكن احسن شيء عشان تتجنب الكونفيوجن انه هذا الاستنتاج ممكن. استاذ اذا ترو ترو على بعض، بس انه بي اور كيو مش ترو، هاي معناته اذا هاي تجي فولز، فولز معناته الكونكلوجن تبعتي نوت فاليد. على فكره لاحظين مش ترو، ما سماهاش الكتاب تروث اوف ذا ارجيومنت، سماها فاليديتي. انتبهوا على فكره هاي تريك صغيره مرات بتكلفكم وانتم تدرسوا شيء كثير تدخل راسك، فاحنا بندور على الفاليديتي انه يعني عنها ممكن ولا مش ممكن. فا هاي بتبطل استاذ. طب اخر كلهم هذا البي او كيو ولا لما يلزقوا تنتين ترو ونحط ترو؟ لا 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 كمان مره كمان مره كلهم الاخير هذا لما هاي للبي او كيو، هذا للبي او كيو نعم، ولا للكلمين اللي قبلهم لما ترو ترو هذول قصدك؟ لا قبل لا 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 هذول بطلع بي او كيو هاي ترو، لا ما طلعش عليها، تطلع هون طلع على هاي وهاي وهاي. شو رايك؟ بي اور كيو ترو ترو ترو، هاي ترو
ف القيم اللي عندها فاضيه ليش ما طلعناش عليها؟ ليه ما طلعناش عليها؟ لانه ما عندناش نطلع عليها، لانه انا طلع شو بقول؟ طلع لك انه طرق الاستنتاج هي. بقول لك لما البريميسز هيك انت طلع كيف؟ كمان مره انت شو بالضبط قاعد بتساوي؟ انت قاعد بتعمل استنتاج. انت في عندك فرضيات معطيه، في عندك هاي وفي عندك هاي، صح؟ هذول معطيات. منيح؟ هلا بعدين بدك تسال الاستنتاج على صيغه سؤال. الاستنتاج على صيغه سؤال. هل هاي فاليد؟ مش ترو فاليد ولا لا؟ هلا شو يعني؟ هلا هاي بتكون فاليد في الحالة وين لما هي تبقى ترو بالحالات اللي هذول بكون فيها ترو او بطريقة او بكلمات اخرى هاي بتكون فاليد بشرط انه لما هذول بكونوا ترو هي بتكون ترو معناته بنسمي هاي النتيجة فاليد بنسمي النتيجة ممكن فاليد ليس هناك ما يمنع انها تبقى صحيحة فبالتالي انا ليش اروح اطلع على اللي مش ترو؟ ماني انا علاش بدور؟ لما هذول بيكونوا ترو هذول الثنتين هاي لازم تبقى ترو فاروح بطلع وين هذول بيكونوا ترو؟ بفحص هل هاي ترو ولا لا؟ بكفيني فيش داعي اطلع هذول الملكين فوز اصلا مظبوط؟ طيب انا عندي سؤال تفضل هنا كم بروبوزيشن عندنا؟ ثمانية كم بروبوزيشن عندنا؟ ثلاث عندنا ثلاث بروبوزيشنز بس ثمانية كيسز للتروث تبعتهم بس عندنا ثلاثة بروبوزيشنز بالثلاث بروبوزيشنز كثير صغيرة هاتوا لو احنا بدنا نقول اللي بصح له ياخذ اللي بصح له ياخذ داتا بيس لازم كم ياخذ؟ ديسكريت واللي بده ياخذ ديسكريت لازم يكون لازم كم ياخذ ايش؟ كالكولاس واللي بده ياخذ كالكولاس لازم كم يسجل في كليه الاي تي وكليه مثلا مش عارف كذا واللي بده ياخذ تخيل كم بروبوزيشن بيطلع لنا عشان نعمل ايش صغير ده هو نعمل ايش صغير اللي هو نعمل استنتاج نسأل هل أحمد بصح له يسجل سكرين؟ هيك لو سألنا الكمبيوتر ونعطيه كل الفاكس فهمتوا علي؟ يعني بضغط الكمبيوتر هذول الأشياء كل الفاكس وأسأله عشان هو يسوي لي تروث تيبل وأسأله أقول له هل أحمد بصح له يسجل سكرين ما؟ هلا الكمبيوتر شو لازم يساوي؟ بده ياخذ معطيات هاي يعملهم بروبوزيشنز مظبوط يعملهم بروبوزيشنز ويعمل ترو ثابت ولما هذول بيكون ان ترو يروح يفحص البروبوزيشن اللي اعطينا اياه انه يكون ترو مظبوط طيب كم بروبوزيشن ببقى بالحال اللي انا بالمثال اللي اعطيته يعني انا بده يعطيني مثال انا بضرب رقم كم هيك بجوز يبقى عندي مثلا 200 300 انا بدي احط كل شيء صح؟ مظبوط؟ 200 200 بروبوزيشن؟ 100 بروبوزيشن ليه؟ 100 اوكي طيب هذول ال 100 وين حطيها؟ هون مظبوط؟ انا هو بقول لك قديش كل انتبه 100 200 قديش يعني؟ 400 كثير طيب معناته طيب على فكره هل هذا المثال معقد؟ لا تخيل لو عندي انا بدي احطه مثلا في الشرطه اذا المتهم بكى لما صارت القتل جريمه بكى مش عارف كذا لما بكى كذا مش عارف كذا عشان عشان اسوي استنتاج عشان الكمبيوتر يصير يفهم يجاوبني اوف بيطلع عندي عارفين ايش في الواقع بيطلع عندي ملايين
كبيري او مليارات من البروبوزيشنز. قديش بقولوا بعدين بستعرفوا كثير بتقولوا؟ هيك هو ملايين يعني يعني طريقة يعني اللي بدنا نوصل له طريقة الاستنتاج المنطقي باستعمال التروث ثيري بالمالها فاشل. هاي بس من ورجيكم اياها من ناحية تعليمية، اما بالواقع هذا لا يستعمل. ليه؟ وصلت الصورة ليه؟ في عندي سؤال؟ هاي اللي يعني عملت المقدمة كلها عشان اطلع على هاي اوصلكم هاي. بتقدر تغير شيء تكون كونكلوجن فولس مش انه يعني ما نعتمدهاش؟ كيف يعني مش فاهم؟ يعني مش هاي الكونكلوجن اللي حكينا صح بي او كيو؟ اه لانه طلع عندنا ترو ترو ترو، طيب كيف نعرف انه اذا غلط هي؟ صفحة 30 هاي في مثال. ليه؟ طيب أنا عنده اقتراح لطريقة استدلال أحسن. أنا عنده اقتراح لطرق الاستنتاج. طبعا احنا هنا للبروبوزيشنال لوجيك طلع طريقة واحدة ممكن. وبقية الطرق بنكملها بمادة الارتفيشال انتليجنس. هلا سؤال كم أنا عنده اقتراح على طريقة أحسن؟ في حد عنده اقتراح؟ عشان نستنتج حط بروبوزيشنز وسين نستنتج عشان الكمبيوتر يصير ذكي. عشان الجمل موجود عندنا جمل بروبوزيشن نفس الشيء فبنقدر نستنتج من كل جملة الفاليد بتاعتها ولا لا؟ اختصار كيف يعني؟ بدون بروتيل يعني لما حكيت إنه آر نت آر أو بي او كيو طبعا اور جميعهم معناها اور بستثنيها جميعهم بصفي عندي شو اسمه بي او كيو الجمله الاولى بي او كيو هاي ممكن تسرع مش هاي ممكن تسرع بس بتسرع شوي صغير هاي ممكن تسرع بس بتسرع نتف صغير تسرعش كثير. هلا اللي بدنا نحاول نسويه انا بدي احاول اورجيكم سوري انا حطيت هاي بس عشان تعطيني وايت بورد للزحمة جدتك. طيب اوكي شو رايكم نقول كذا هاتوا نلقى انماط نفكر فيها اول شيء كانماط في المنطق لما بيكون عندي بي اف بي ذن كيو وعندي بي اذا دائما كيو صح خلص ليش احسب انا مصدقها اللي مش مصدقها يعملها دور الثابت هاي نمط نسميها انفرنس رول قاعدة استنتاج هاي اول قاعدة استنتاج يعني باختصار نحاول هلا نعمل طريقة استنتاج باي انفرنس رولز انا بعطيني مثال عليها يا اذا اخذت كالكولاس مسموح لك تاخذ ديسكريت اخذت كالكولاس اذا مسموح لك يسلم دكتور نفس المعنى صح شو هو؟ اف ذن نفس المعنى يعني احنا ما شو بنسوي؟ احنا بنقول مجرد هلا وانت بدك تستنتج لما تشوف هذول الثنتين معناته بتقدر تطلع حالك خلص بدون ما تحسب هاي الطريقة بنسميها موداس بوريس هاي موداس بوريس للي بده بصفحة اورجيكم انا كيف بساوي
بصفحة 31 بحدها يرول حط بحدها رول واحد بحدها يحط رول رقم واحد بس ما يسويش شيء في أمثل احترم كتابك اللي شكله مبين أجيب عليه رصاص طيب يا هل عنده سؤال عليها؟ ليش طول عليها؟ واضح طيب في رول ثانية طبعا اللي مش معجبه هاي يروح يثبتها بايش؟ تروث تيبل في رول ثانية بنقول إذا عندنا بي ذن كيو وعندي النط كيو النط بي النط بي مش مقتنع؟ أنا بجيب لي مثال عليها أول شيء يلا إذا نفس المثال إذا ميكن كالكولاس مسح لك توغ الديسكريت ما خدتش ديسكريت معناته مش ماخذ كالكولاس هذا شو كان شو اسمك انت؟ محمد شو سألتني قبل شوي؟ شو سأل كان سؤالك قبل شوي؟ شو الفرق بين شو الفرق بين انه ما يكون ترو وانها فاليد انها ممكن هذا هلا المثال انه انا هاي الرول الثانية انه ايش؟ اذا اخذت كالكولاس بصح لك تاخذ او خلينا نقول انت درست تنجح ما نجحتش ها؟ مش شرط يعني انا عارف الشرط انا بسالك هل هناك ما يمنع؟ احنا شو قلنا؟ انا ما قلت لك انها هاي النتيجه ترو لا انا قلت لك انها فاليد شفت الفرق بينها؟ لا نسيت سؤالك لا مش احتماليه انا ما قلت لك انه هاي بالضروره لازم تركتو انا قلت لك انها فاليد سميناها فاليديتي اوف ارجومنتس ليه؟ ليس هناك ما يمنع انها هاي تبكى تروح لاحظ فالاستنتاج والبرهان المنطقي هو اصلا برهان انه ليس هناك ما يمنع انها هاي تكون طيب هاي شو الطريقه بنسميها هاي سميناها ايش مودس بولنس وهاي مضاس ايش؟ تولرنس طيب شوف في شغله كمان صغيره لو عندي بي هل هاي النتيجه غلط؟ صح أو الكيو أو الكيو سوري لو عندي هاي كيو صح؟ لو عندي كيو برضو النتيجة بي أو الكيو برضو مظبوطة صح؟ مظبوط؟ أنا ما قلتش ترو أنا قلت فاليد طبعا شو رايكم؟ في حد عنده اعتراض على هاي الطريقه اللي نسميها الثالثه؟ انا بعطيني مثال داو مش داو اسمع انا؟ فايز فايز يلا فايز لو تربحوا اللي بساله بالكسائر مش معناته بشرط الاستاذ مضرب او ما فيش حس ايش؟ في اضراب في اضراب في اضراب انا معناته في اضراب او المدرس غير صح؟ بالي دكتور بس بالي بي اور بي بي اور كيو مش بي اور شو حطيت انا؟ كيو عندك كيو مش تلقى كيو اور كيو اور كيو
ما هيك هذا الوضع خدش فينا بس ليش الصف؟ هلا هاي الطريقة شو اسمها؟ جنراليزيشن. ليه؟ لأني أنا عممت صح مش فيها تعميم؟ طيب إذا في جنراليزيشن شو فيه؟ سبيشاليزيشن. طيب إذا عندي بي آند كيو معناته بي ومعناته برضه كيو مظبوط؟ صح ولا لا؟ هاي جنراليزيشن. طيب لو عندي لو بدها مثال ولا واضح كثير؟ طيب لو عندي بي اور كيو وعندي نط بي اذا كيو لا نط كيو لا شوي شوي كيو كيو يعني لما هاي تكون صح ترو طلع هاي تكون ترو وهاي وهي نازلة واحدة منهم معناته جوا معناته بالضرورة كيو صح؟ طبعا لو هاي بي برضه بتطلع الثانية هاي الطريقة شو بسميها؟ إليمينيشن شو يعني؟ خلينا نجيب مثال عليها يلا اليوم اثنين او في اضراب اليوم مش اضراب اليوم مش نط بي اليوم مش نط بي يعني اليوم اليوم مش اثنين مع نط اليوم يعني واحد منهم معناها الجملتين اول جملتين ترو معناها الجملتين الثالثه لازم تكون فيش مجال للثالثه تكون فيش مجال الا الثالثه تكتروا بين ترو مش بارد مش بارد ترو احنا هو الاستنتاج دائما جملة ترو مش الترو فيل لما تحكي انت بي اور كيو ترو ونوت نوت بي ترو معناها كيو لازم اذا كيو ترو لازم صح ولا صح لا 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 مش صح سوري الحالات اللي بتكون فيها هاي ترو هاي لازم تتكتب مظبوط بديش بدناش نعرف اكثر منها لانه هاي معناها الفاليديتي بالاستنتاج المنطقي لاحظ خلينا نمشي حبيبي بس انه انت بتدور بقدر استنتج شو معنى بقدر استنتج الاستنتاج بالمنطق شو معناته انه انا ليس هناك ما يمنع انه هاي الجمله تتكرر لما البريميسز الفرضيات تكون ترو طيب خذوا واحد كمان هاي قديش صارت خمسه سادس إذا B if B then Q if Q then R إذا إذا إيش B إذا B then R أنا بعطيك مثال بس Q راح أنا بعطيك مثال هل كنت تطلع على إنه غلط خلاص زي الكلام ولا إيش صفر لواحد لا أنا بعطيك مثال بدنا انا بدي احط هذا المثال اذا ماخذ كالكولاس بس احنا بتاخذ ديسكريت اذا ماخذ ديسكريت بس احنا بتاخذ داتا بيس اذا ماخذ كالكولاس بس احنا بتاخذ لا استاذ غلط لا مش غلط خربش لا انا ما عارف وين غلطت انت لا كمان مرة فاهمين انتبهوا اذا ما يخير ديسكريت الكالكولاس تقدر تاخذ ليس اذا ما يخير تقدر تاخذ اذا ما يخير كالكولاس تقدر تاخذ ديسكريت واذا ما يخير ديسكريت تقدر تاخذ داتا بيس او مثلا اذا ما يخير كالكولاس تقدر تاخذ بسألك سؤال ما كملت خلصت هلا هاي هل هاي الجملة في هناك ما يمنع انها تكون صح؟ لا تمام انا اعطيك هذول الثاني لازم يتحقق انا بعطيك اياهم هذول صح
اسمعني ما اختلفناش معك بالحالات اللي هتكون فيها صح هتكون صح بالحالات اللي هتكون فيها صح هتكون صح معناته النتيجه مش صحيحه فعلا ايوه فعلا اللوجيك شيء دقيق جميل طيب مش جميل اللوجيك خلينا نأخذ حالة ثانية صح لو عندنا P or Q ها وعندي P if P then R بدي مثال عليه و if Q then R أنا مستبدلين يلا آر مثال 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 الأستاذ أو في إضراب الأستاذ مسافر أو في إضراب أستاذ غير مروحش الحصة إذا الأستاذ غير مروحش الحصة أو فيش محاضرة مروحش الحصة وإذا في إضراب برضه مروحش المحاضرة كذا فيش محاضرة أحسن مثال يجب أحسن مثال خلينا نأخذ شو رأيكم في هذا؟ not be if not be then false contradiction إذا هاي واحدة مهمة جدا إذا إيش؟ كيف؟ أنا أعطيني مثال إذا يلا شو اسمك انت؟ انا يلا بس هيك قول انا اعطيك اذا مش كذا اذا هذا غلط هيك قول اوكي اذا ما نجحت اذا ما نجحت اذا ما اذا نعم اذا ما نجحت اذا ما نجحت اذا مش رح اطلع رح انام لا هاي اسمها مش سي هاي كونتراديكشن فورس هاي فورس اذا ما نجحتش هذا الشيء اها اذا نجحت اذا ما نجحتش ايش؟ اذا غسلت يعني يلا انا الشاطر بعطي لي مثال مزبوط اسمه ولا مو عارف انكم تحكموا وانكم تجيبوا امثله معناته بتفهموا علي اذا ما نجحتش رح تطلع سيئة في الآخر حطيت لي بداية حتى حطيت بروبوزيشن إذا ما شربتش إذا بتش الشمس تشرب من الشرق إذا بيش أو مو ما ما تشرب تشرب من الشرق إذا بيش من الشرق اها اذا الشمس لا تشرق من الشرق المقولة غلط صح تصير مين؟ تصير مين؟ شو هذا؟ مين يعني؟ بالضبط اذا الشمس بتشرق مثال برضه جميل اذا الشمس ما بتشرق من الشرق معناته الجملة اللي قلتها انا غلط معناته هاي على فكرة اهم واحد فيه كل المكتوبات عارفين ليش؟ ركزوا معي ليش هاي اهم واحدة فيها؟ لانها هاي سر طرق الاثبات كلها بشكل عام يعني انت مرات اذا بدك تثبت اشي تنفيه وبتثبت انه النفي تبعه خطا كمان مره لما بدي اثبت بي بروح بنفي بي وبثبت انه النفي بي ادى الى كونتراديكشن الى فولس لخطا معناته بي كانت صح هاي منهجيه علميه على فكره ها
منهجية علمية. مش الكل فهمني، الكل بس بنسخ من ورايا، أنا بحبش اللي بنسخ. كمان مرة، لآخر مرة بتعيد. هاي الطريقة، هاي الرول، الانفرنس رول هاي بتكتب عن الكل، يعني إنها أهم واحد. ليه؟ لأنه بطريقتها صحي طلع معلش كلي طلع، لأنه بهاي الطريقة أنا بقدر أثبت بالعلم أشياء كثير. كيف؟ مرات أنا بقول لك تديني بي ما بتقدر. أحد الطرق لإثبات بي إنك النفيها يبقى غلط، معناته بتطلع هي، معناته هي صح. أنت علي؟ طيب هاي ها من مثال اجيب لك اياه. اذا الشمس بتثبت انه الشمس بتطلع من الشرق، شوي شوي اثبت انه الشمس بتطلع من الشرق. زمان ما بتشتغل الشرق، استاذ انا عايش بيت الروس تبعتي، انا عايش اه، انا مش عايش يعني خطوه، انا عايش ما لازم تعيش. زي اذا انا ما سيكشن خبوش، في كل سيكشن ذكروا، في كل سيكشن في المادي حنستعمل هاي الرول. طيب خلينا ناخذ شيء ثاني هلا، ناخذ شباب مثال اللي قرأناه المرة الماضية ونحاول ايش نحله. دكتور بس شو اسم الطريقة الأخيرة؟ بروف باي كونتراديكشن. هلا على فكره هذول الرولز اللي سويناهم كلهم هذول، هذول بدك موجودات باخر السكشن. افتح اخر السكشن، افتح اخر السكشن، محطوط على الجدول. ها هذول اسم هاي الطريقه بالاثبات اللي هلا بدنا نسويها باستعمال هذول الرولز، اسمها انفرنس رولز، انفرنسنج رولز. شو يعني انفرنس بالعربي؟ ها؟ استنتاج. فهذول طرق الاستنتاج المنطقي. وضع الكلام سهل. طيب. يا شو بنقول هون؟ بدنا ندور على مظهرات. مش داعي على فكره، ما في داعي تكتبوا. هذا المثال من اللي كتب، وهذا مثال جميل جدا. ها؟ نعم؟ طيب شباب معلش، شباب وصبايا، عندي هذا المثال. معلش انتم ما حد يتحبوش مع بعض. عندنا هذا المثال. هلا بدنا نستنتج وين نظرات. نقول اذا نظاراتي موجودات في طاوله المطبخ معناته انا شفتهم على في وقت الافطار. اذا انا بقيت اقرا بالجريده في غرفه المعيشه، سوري انا بقيت اقرا بالجريده بغرفه المعيشه، او انا كنت اقرا بالجريده في المطبخ. اذا شفت اذا انا بقيت اقرا بالجريده بغرفه المعيشه معناته نظاراتي موجودات على طاوله القهوه. انا ما شفتش نظاراتي على وقت الافطار وعلى المجال. هلا بالاخر وين نظاراتي؟ كيف اسوي هلا شباب؟ اول شيء بنحول الكلام لا بروبوزيشنز. ليه؟ ايه اول واحد شيء هاي؟ اف. هاي شيء هي؟ بي. ذن كيو. ليه؟ ها؟ طيب والثانيه؟
was 3 if it but I was 3 I was 3 did you put up or I was reading the newspaper when في الكيتشن شو بدنا نحطها؟ اس فهاي او مزبوط؟ طيب if I was reading هاي مرت علينا صح؟ اللي هي فهاي بتصير I was reading بتصير مزبوط؟ then خلينا نستعمل مصطلحات الكتاب تي ماي كلاسز ار ذا كوفي تيبل تي مفهوم؟ فبيطلع اف ار ذن تي بعدين اي didn't see my glasses at breakfast oh and I saw my glasses at breakfast فمش راح اعمل لها مصطلح جديد هيك معناته انت بتكملش حرك مخك صح؟ ف نا كيو هاي هاي اول مره بمر علينا هذا البوزيشن شو المسلو؟ اس ليش؟ اس اي واز ريدينج ذا نيوز بيبر ان ذا كيتشن لا هذا واحد جديد مش ها I was reading the newspaper in the kitchen I was reading the newspaper in the kitchen then my glasses are on the big table مرت علينا شو نحطها V طيب هاي لا في بنصير خمس دقائق في لا بدي استعمل تبون الكتاب انا عشان احسن لكم يعني مصطلحات الكتاب طيب I was reading the newspaper in the kitchen as then أي واحدة؟ B B طيب يا هلا كيف؟ نحطهم على جنب ما نحطهم شفتوا اول شيء اول مرحلة شو بسوي؟ بروح بعلمهم وبحط نحطهم على جنب بنكتبهم هون طريقة خط صغير اللي هي بي بي if B then Q R or S R if R then T not Q if U if U then V S if U then V if S then V if S then V ليه؟ ايش بدي يقولوا؟ انا بدي لك شو نساوي هلا؟ كيف؟ فهلا شو بدنا نساوي؟ إذا هذول موجودات عندي
إذا هذول موجودات عندي، هاي هو نحورت الكلام كله لهاي الأشياء. فشو بقدر أساوي؟ في عندي كيو، في عندي نات كيو. ها؟ نقدر على فكرة أنت مش بتقدر تحطيهم مع بعض. وأنت بتستنتجي إشي على إشي إضافي عليه. يعني نقدر نقول اوكي وين هات خليه هون لانه في عندي بي ونط كيو وفي عندي نط كيو اذا نط بي صح؟ ها بنضيف هون وحده بنصورها نط بي مظبوط؟ على فكره شيء بي ماي جلاسز ار ان ذا كيتشن تيبل معناته معناته بالتاكيد ماي جلاسز ار نط ان ذا كيتشن هلا هاي شو هي الطريقة هاي اللي أنا سويتها؟ كيف؟ شو اسم الطريقة؟ في عندي ما شاء الله طلعوا عليه شباب خلينا نحط اللي استنتج خلينا نحطهم بالأحمر بس عشان ما تتحرشوش يلا هلا بتقدر تستعمليهم اخر ثنتين اها اللي هو اول شيء في عندي اف اس ذن بي وفي عندي نط بي اذا نط اس اه انا في عندي نط اس هلا نط اس على فكره شيء اس اس اللي هي اي واز ريدينج ذا نيوز بيبر ان ذا كيتشن اي واز نط ريدينج اس ار هلا في عندي ار ونار اس معناته في عندي ار اور اس وفي عندي نار اس معناته إذا R في عندي R و D في عندي F R then T في عندي R إذا T هاي T صح؟ شي هي T My glasses are on the coffee table شو رأيكم؟ ها؟ جميع؟ فشفتوا كيف بالمنطق من ذا الماء؟ ها؟ شفنا كيف بالمنطق نقدر نعمل استنتاجات. الحل مرتب اكثر في الكتاب، اطلعوا عليه. هلا لو اجيب لكم امتحان واكتب لكم فيه هيك جمل تقدر تستنتجوا؟ ليش لا؟ طيب في حدا عنده اي سؤال؟ في حدا عنده اي سؤال يا شباب؟ طيب استاذ مش احنا حكينا اف اس ذن بي نط بي ذن اس معناتها رح تكون سببيه كمان مره كمان مره اف اس ذن بي او الاولى نط بي لانه اسمها رح تكون سببيه هاي على فكره شوي هلا هاي على انو رول؟ ثاني شيء ثاني هاي بدي اكتب هاي انو رول على فكره لازم اذا بجيب لكم الامتحان لازم تقول لي تساوي هاي وتقول لي باي المدرس تولرنس طيب هاي على اني رول نفس بار هو بار مدرس تولرنس ها باي الالينيشن ها مدرس با
فرنس ماشي؟ ها؟ هلا ممكن ارد عليك على سؤالك يا حنان. حنان؟ شو كان سؤالك؟ كنت معترض عنها صح؟ شو اعتراضي؟ السببية بما انك استنتجت انه ربط الاسماء رح تكون سببية. لا كيف؟ اذا ربط اس ترو نحكي عن صحتها. طلع شي جملة هي؟ اس تي اس وشي بي؟ ذكروني فيها. اس بي اس اللي هي اي واز اف اي واز ريدينج ذا نيوز بيبر ان ذا ليفينج روم سوري نو اف اي واز ريدينج ذا نيوز بيبر ان ذا كيتشن then my glasses are in the kitchen table. لا انا بحكي من ناحيه صحه مش من ناحيه سببيه. ما نحكيش على الاف هون كسببيه. انا قلت لك اذا انا بكيت كذا يعني صحه اربط بالصحه. صحه الجمله. دكتور سؤال اللي بيجي بس بدل ما نشوف الامتحان بجوز اجيب لك 20 جمله زياده عشان اخرب شيء. كمان مرة؟ ار تلعب صح وتي صح. بالاخر استنتجت انها تي. ليش مش ار؟ لانها هي ار. لا 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 هي شيء ار. ار هي ار. ار اي واز ريدينج ذا نيوز بيبر ان ذا ليفينج روم. يعني ما جاوبتيش على سؤالي وير از ماي جلاسز؟ انا قاعد بدور على اللي بتقول لي وين النظارات. بس ما انه في غلط صح؟ في ما زعلتناش نظر بتزل في تلزمي يعني اثبت صحه واحد انه لاعب في الارض يعني هيك انا استنتج انه في نوت في لا ما جبناش سيره في اصلا ما في اللي ما لزمناش اذا انا فاهمك صح في شيء هي في انت بس في ماي كلاسز انا اللي بدو اوكي اللي بدي هلا انا ما لزمني ما كملتش خلص على كل النظرات على كل حال احتمالات صح؟ في احد الاحتمالات لازم اثبت انه غلط ولا مش لازم ولا شو؟ لا غلط 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 اذا انا اذا الظاهرات عندك معنى مش غلط كيف؟ يعني شو في عندي يا في المطبخ يا على الكافي تيبل يا في البدروم اذا انا كنت في البدروم معك ولا واحده من الثانيات يعني مش في المطبخ ولا في الكافي تيبل لا خلص انا اكيد اسمع اوكي اوكي لا على فكره سؤال جوابكم عليه صح اول شيء خلينا نقول بس انا ما كنتش مشدد زيكم لانه الاستنتاج في الاستنتاج صراحه وفي امور مش عارف اكثر من هيك يعني بديش اخرجكم زياده بس لو قلت لكم انه مين اللي بسهلهم يركضوا ديسكريت وعندي هيك هو عنده روز كثيره وبعدين اسال انا مش اسال احمد بس حلو قد سرير، بيسال بس حلو قد سرير، فهيك بس حلو اسالهم واحد واحد، انا ممكن ايش اساوي؟ بروح اسالهم واحد واحد. ففي طرق بكفي على كل حال فايز بكفي لحد هاي الشرطه انه انا اوصل لنتيجه بنسميها فعل. هيك بالنسبه اي سؤال اخر شباب؟ طيب بدنا افتحوا لي صفحة ست يعني 36 كل 37 بس بدنا نستعرض قدامكم أخطاء شائعة أخطاء شائعة بتوقعوا فيها ها شو بدنا نساوي؟ أخطاء شائعة أنتم بتوقعوا فيها مثل إذا درست تنجح إيه سوري إذا بتدرس بتنجح طيب انجح إيه؟ معناته درست؟ ليها ها بس غالب الناس ايش مالهم؟ بيوقعوا فيها هذا بيعرف لانه على تروث تيبل في مجال انه يكون عندك في تو بي فورس كيما ما على تروث تيبل في مجال عندك تكون بي تو كيو فورس في عندك احتمالين انه تكون تنتين هو واحد وكيو تو بي فورس عادي بس في الثانية انه يكون مستند في
كيوز نوت كيو لازم تمسك نوت في الرولز لو جربتهم على التروث ثابت وشوفوا انا ما انصحكم تروحوا تذكروا باستخدام التروث ثابت كل الانفرنس رولز عشان تكلم نفسك اول شيء بس وقل لنفسك انه هاي برضه ليش بس هاي من اخطاء الشباب نقول اذا درست بتنجح اذا نجحت استنتج انك درست؟ ركزنا عليها لما شرحنا المعرفة في واحد ثاني ها انه اذا درست تنجح ما درست معناته سوري ما نجحتش معناته سهلك استنتج انك ما درستش سهلك استنتج انك ما نجحتش اذا درست تنجح ما درستش هل ممكن اقول ما نجحتش؟ هو هاي اخطاء بس كل الناس مالهم بيوقعوا فيها وذاتس ات هذا السكشن اذا في حد عنده اي سؤال بيقدر يحكي لنا طيب